ايه بقى اللي انا هعمل تجديد فيه النهارده واديكوا طعم جديد للفرخه؟ عصير الليمون ده اساسي، عصير الليمون وبشر الليمون خدته كمان، والمستردة واللبن، وعاملاها بتوم وبصل باودر، كزبره ناشفه، روزماري، بابريكا، شطه، كمون وملح وفلفل. هي حبه اعشاب كده لميتهم من عندي من البطرمانات، يعتبر كل اللي عندي تمام، بس ما حطيتش يعني بهارات، جبتها كده قلت دول كفايه قوي، كفايه البهارات دي كلها اللي هي المشكله دي ما استعملتهاش، فاستعملت الحبه اللي عندي دول تمام كده. هقول تاني، مستردة معلقتين كبار كده، معلقه اتنين كبار ماشي، بشر ليمون وعصير ليمون ده الاساس في اي فرخه في اي وصفه بتعمليها، توم وبصل باودر معلقه كبيره ومعلقه كبيره، كزبره ناشفه برده معلقه كبيره، كمون معلقه صغيره، شطه حسب ما انت بتحبيها مشطشطه ولا لا، انا مثلا انا جايبه معلقه يعني صغيره بس مليانه شويه، وروزماري معلقه برده كبيره ماشي، ونص كوبايه لبن. هنا بقى دي اللي هعمل بيها الخلطه كلها تمام. اعمل الخلطه الاول على بعضها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد هنا حوالي قولي دول معلقتين مش معلقه، حبه كويسين كده، مستردة، عصير ليمون معلقتين كبار يعني ليمونه في حالها، بشر الليمون يعني خدي الليمونه كلها وبشرها ماشي، معلقه كبيره بصل باودر، توم باودر، كزبره ناشفه، روزماري ده ناشف لو عندك اخضر ماشي، ما في بس الاغلبيه اللي موجوده في بيوتنا كلها الروزماري الناشف، كمون، شطه، بابريكا، كل ده موجود في البيت عادي خالص، ملح والفلفل. الملح كده هناخد ايه قد معلقتين صغيرين ماشي، وهروح حاطه نص كوبايه لبن، وادوب فيها كل التوابل دي تمام. هبدا بقى اجيب الفرخه بالشكل ده وامسكها من هنا من جنب العمود الفقري بتاعها وابدا ان انا ايه افتحها كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ييكا لازم البس الجوانتي. يلا بقى معلش تمام كده، وهروح ايه مغمساها كده في الصلصه دي بتاعتها دي كده. التوابل دي انا عملتها ازاي هقول تاني. لا احط فرخه في الفرن بقى خلاص انا خلصت. اه طبعا 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 حطها كده الاول على العظمه، ولو حابه تقلبيها في الفرن قلبيها. طبعا ممكن تتحروق، اللي يحب يحط ورقه الومنيوم في الصينيه ويدهنها زيت قبل ما يحط عليها الفرخه بحيث انت تشيليها وترميها من غير ما تفضلي تكحتي في الصينيه او تنقعيها، ممكن جدا يحط ورقه الومنيوم وادهنيها زيت كويس وعليها الفرخه ودخليها الفرن تمام كده. هدخلها بقى الفرن دلوقتي على نار عاليه جدا خالص كده، وبتاخد لها حوالي ساعه تمام كده، ساعه ساعه وربع بالكتير.